اهلا وسهلا ومرحبا بكافه متابعي اذاعه الحياه اف ام، معكم محمد امين الثابتي. خرجنا اليوم باش نسالوا العباد عن توقعاتهم من افتتاح مونديال قطر، توقعاتهم من نتيجه المباراه، ومن هو المنتخب الذي سيرفع كاس العالم. تابعونا. قطر راهي فهمني ولا لا من الناس اللي خاسره عليه برشا فلوس، علاش؟ قدر يحبوا هما البرستيج، فهمني، دوله تحب تتشهر عالميه. الافتتاح بطبيعة مش يكون افتتاح عالمي، على خاطر قطر صار فما شاء الله معناها برشا فلوس اللي سمعناها، معناها انت ترى هاك ترى في الاشهارات اللي صايرة، جايبة معناها جوارات تاع العالم باش تعمل لها ومنظات اشهارية. البارتي الاولى معناها ديما الافتتاحية تكون قوية، وسيرتو في معناها الدولة المنظمة معناها مش تكون صعيب عليها البارتي، على خاطر الإكوادور تحب تاخذ 3 نقاط نتاعها وقطر كيف كيف. أما نتصوروا إن شاء الله مربوحة القطر على الأقل دولة عربية. والله برشا مرشحين لكأس العالم، ثم بلجيكيا ثم إسبانيا وقطر. بيعتها أول مرة تشارك في المونديال مش تكون تظاهر كبيرة خاطر صرفت برشا فلوس. وبالنسبة توقعاتي للطماطش، قطر أول مرة تشارك مستعد تحاول توري وجه به، وكاو نتوقع الكيبات كل باهية. نقولوا البرازيل باهية، عالمي عالي العائل، والسبب خاطر قطر تشرف العرب وتستضيف العالم في أرض عبارة مونديال عربي يستضيف العالم. قطر أول دولة عربية تنظم المونديال يعني، وانا متاكد يعني قطر يعني باش تكون عندها يعني باش تنجح في تنظيم المونديال هذا. انا نقول 2-1 لقطر. انا الحقيقه راني عندي برشا نتائج نتوقع فيهم، اما انا نقول 2-2 لقطر. انا نتصور زادة قطر مش مادام الجمهور مش يدز معاها وباذن الله. لا الحقيقه انا نتوقع 2 منتخبات او 3، الارجنتين البرازيل البرتغال، معناها انه الليغ منتخبات اللي فيهم ميسي ورونالدو نيمار، وبالنسبه اقل منتخب فرنسا. نقول منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في حتى هنا. الحقيقة نقول منتخب الأرجنتين خاطر عنده معناها كاليتي دي جوار معناها عالية عنده ويفرج ياسر كورة معناها الأرجنتين. إن شاء الله جواراتنا يعطونا حاجة باهية في قطر، وإن شاء الله يهزوهم ونحن هذاك نتمنوا نحن. والله إيش باش نقول لك، هي زوز قويين، زوز فرق قويين، وإن شاء الله قطر حب قطر باهية والأخرى راهي قوية زي تكوادو. والله الواحد مش نقول لك فرنسا برازيل تونس، بعدنا زي ما شافش حتى بارتي طور ناوي يتفرج الواحد يشوف شكون مش يربح شكون مش يهز شكون ما يهزش. اما نحن ان شاء الله نتمنى من تونس تنس كاس العالم. وكاو الحياه فهم، الحياه فهم زهره الحياه.